يبقى المسكنات بتنشف لك بتنشف لك الزيت الزيت اللي ربنا خلقه لك من الغشاء السينوفي اللي وظيفته اللي هو ايه؟ يمنع يقلل الاحتكاك شويه، فبالتالي الوضع يكون في ركبه لين. تمام. لكن ايه من الاغذيه؟ عندك الملوخيه، وفي نبات تاني جميل جدا برضه المفروض اللي احنا ناكله كل يوم لو احنا عندنا خشونه اللي هي الاكره. اسمها ايه بقى بالعربي؟ اسمها باميه، اللي هي الباميه. طبعا محبوبه الباميه. الباميه. ابو خطيه فعلا برضه صح؟ اه طبعا. ما هو كل ما هو خاطي في واحد كده برضه شبهه بس انت ما تعرفوش اللي هو بزر الكتان. لو انت شفته هتلاقيه برضه نفس القصه لما بتنعفه الميه بيعمل فعلا الحاجات دي. احنا حسينا فعلا الملوخيه والباميه دول واضحين جدا ان هم خطيه. وكنا قلنا الحلقه اللي فاتت ايه؟ الكوارع. ايوه. انا بقى جايب لك بقى كتاب من امريكا يا مؤمن. اهو 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 معلش اخواتنا يعرضوه معايا. تمام. 7 دايز بون ايه؟ بروس. بروس بتكلم على لازم يوميا لوميا يوميا تشرب شوربه عظم. ده هم بيتكلموا على شوربه العظم هنا اللي هي مش بتبني لك بس المفاصل حبيبي، ده بتبني لك كمان الضوافر وبتبني لك الشعر وبتبني لك كمان الشرايين طبعا عشان الكولاجين. الكولاجين ده داخل في تركيب الحاجات دي كلها يا احمد. طب الكتاب ده الراجل اللي كاتبه بيتكلم، هل بيتكلم على الكوارع بس يا احمد؟ بيتكلم على 3 حاجات. احنا قلنا الحلقه اللي فاتت الكوارع، النهارده انا بقول لك رجلين الفراخ. والله يا عم رجلين الفراخ حاجه صحيه والله اللي هي تتاكل. والله والله بلدي بقى. والله رجلين الفراخ حاجه صحيه اللي هي تتاكل. اللي انت وقبل ما نتكلم كنا عمالين بندردش وانت كنت بتقول لي ده اكله الايه؟ اكله الناس الفقيره اللي بتروح عند الراجل بتاع الفراخ تقول له هات لي. والله العظيم هم الاصح. ما علينا، بتعرف ان رجلين الفراخ يا اخويا هات الكوارع يا حبيبي. طب ما علينا، بين البنين مين؟ العظم. خلي بقى الجزار بقى وانت بتشتري بقى قول له انا عاوز لا مؤاخذه على كل كيلو من عينك كيلو عظم يعمل بيه ايه؟ العظم يحتوي برضه على الكولاجين يا احمد. ما هي العظميه دي يا احمد مش كالسيوم بس يا جماعه. العظميه برضه يعني حطها تبقى شوربه يعني؟ انا اقول شوربه عظم يا حبيبي اللي يتقود جسمي، مفاصلي محتاجه. أيوة. اكل عيش محتاجه شويه كولاجين. ممتاز. حلو. وعشان اقدر اهضم الكولاجين، اهضم الكولاجين اللي موجود في العظم ده عشان اقدر اهضمه محتاج مين بقى اللي هو بقى يفككولي حتت البروتينات بتاعه الكولاجين الجميل ده عشان نطلع منه الاحماض الامينيه. مين اللي بيعمل الليله دي؟ المصنع بتاع الجسم مين؟ الكبد. الكبد. لو تعبان يبقى خلاص. انت معاك تقرير؟ معايا 6 تقارير. طب خش على اي واحد منهم وبعدين نحكي نكمل الحديث. لا اله الا الله.